يرحم بعضهم بعضا لطلب رحمة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يرحم الراحمين، وقال أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن افتقد الرحمة من قلبه هذا على خطر عظيم فوق ما لا تدرك رحمة الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الراحمون يرحمهم الرحمن. وطلبا للرحمة يا أحباب رسول الله، صار منهج الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم البذل والعطاء والإنفاق والسخاء. نعم يا أحباب رسول الله، تسابقوا في الخيرات وكانوا يتصدقون. هذه الرحمة يا أحباب رسول الله، أن ترى الضعيف فتعينه، وأن ترى الفقير فتعطيه، وأن ترى ذا الحاجة الملهوف فتسارع في الخيرات وتغيثه وتقضي له حاجته. هذه الرحمة يا أحباب رسول الله، ووعدهم الله تبارك وتعالى. وعدهم بماذا؟ وعدهم بالأجر العظيم الجزيل حينما يوفقون. وضعوا نصب أعينهم دائما قول الله جل في علياه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر. نعم يا أحباب رسول الله، إن الله وعد المنفق، وعده بالزيادة والعطاء، ووعده أن يخلف له في ماله. فالمال لا تنقصه الصدقة يا أحباب رسول الله. من أراد أن يزيد ماله فعليه أن ينفق. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ولا تنتظر من أحد رزقا أو عوضا، وهو خير الرازقين، هو خير من يخلف عليك، وخير من يرزقك يا أحباب رسول الله. إن شعب الصومال قد حل بهم ما يؤلم الفؤاد، إن شعب الصومال قد حل بهم ما تبكي له العيون، قد حل بهم ما يستصرخ الرحمة في قلوب العباد. إن شعب الصومال توالت عليهم المعادات، إن شعب الصومال حلت بهم المنون، أصاب الجفاف أرضهم وحلت بهم كارثة إنسانية كبيرة. فيا أحباب رسول الله، من يغيث ملوكه؟ من يطعم جائعه؟ من ينفس
يعانون النجاة العظيمة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغيث المجاعة، وأمرنا أن نطعم الجائع، وأمرنا أن ننفس الكرب. فقال: من نفس عن مسلم كربا من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. يا أحباب رسول الله، إن شعب الصومال يعاني معاناة كبيرة. من يقبض حياتهم، من يعطف على صغيرهم، من يرحم مسنهم، من يا أحباب رسول الله؟ والراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. لذلك وجب علينا يا أحباب رسول الله، إذا وضعت رأسك على وسادتك فاجعل جزءا من تفكيرك في أحوال المسلمين الذين أصابتهم الكبائر وحلت بربهم المجاعات. إن شعب الصومال حصد الموت وأرواح أطفاله، فمات الكثير منهم. كم من رضيع عندهم لا يجد لبنا يغذيه، وكم من رجل مسن لا يجد قطرة ماء ترويه، وكم من امرأة تألمت جوعا وفاضت عيونها دمعا على أحوال أطفالها. يا أحباب رسول الله، من يعيد البسمة إلى وجوه هؤلاء؟ من يعيد البسمة إلى وجوه هؤلاء؟ من يدخل السرور على هؤلاء؟ وانظروا إلى دين العظيم وتوجيهات نبينا الكريم الذي دعانا أن نستقرئ ما يدور في النفوس، ودعانا أن نلتمس ما يخفى علينا، دعانا أن نجتهد لإسعاد الآخرين، وأن نرسم البسمة على وجوه الأشقياء والمحتاجين. فقال: أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلوبه. فيا فوز من أدخل السرور على قلوب هؤلاء. نعم يا أحباب الرسول، سرور تدخله على قلوبه هذا من أحب الأعمال إلى الله تعالى. أن تكشف عنه كربته هذا من أحب الأعمال إلى الله تعالى. أن تقضي عنه دينه هذا من أحب الأعمال إلى الله تعالى. أن تطرد عنه جوعا هذا من أحب الأعمال إلى الله تعالى. هذا عمل إنساني كبير يا أحباب الرسول، هذا ستجده يوم القيامة. وما أدراك ما يوم القيامة؟ اسمع معي إلى هذا الوعد المتحقق: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند من تجدوه وأين تجدوه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وما كان عند الله لا يضيع، ما كان عند الله يربو ويزيد. تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.
حرارة الشخص في يوم القيامة؟ اسمع معي إلى قول رسول الله، ربما الصيام يرويك لكن لا يضر. أتدرون ما هو الظل؟ اسمع معي إلى حديث سيدنا رسول الله، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس، فلا تظلك إلا صدقاتك، لا تظلك إلا إنفاقك في سبيل مولاك. هو الذي أعطاك؟ نعم هو الذي أعطاك. أنت ترد إليه العطية؟ نعم، لكنه يضاعف لك الأجر على ذلك، هو الملك الذي أعطاك مما يملك، لكنه يثيبك على مطاردك. هذه منة كبيرة يا أحباب رسول الله. إذا نحن يوم القيامة نحتاج إلى ظل الصدقة، فما أرحم أن يقف العبد في دنياه يظل الفقير بصدقته، يظل المحتاج بعطائه، يستشعر ألم الآخرين. إن استشعارك لألم الآخرين له ثواب كبير. إن امرأة استشعرت عطش كلب، هذا العطش الذي أصابها منذ لحظات، فوجدت الكلب يأكل خطرة من العطش، قالت هذا الكلب بلغ به ما بلغ من العطش، فلما استشعرت ألمه سارعت إلى أن تعطيه جرعة من الماء في خبزها، وكانت بغيا لا صيام لها ولا صلاة، بل كانت تأكل بفرجها أعزكم الله، فلما استشعرت ألم حيوان وليس إنسان غفر الله. إن استشعارنا لآلام إخواننا في الصومال يا أحباب رسول الله، إن استشعارنا لألمهم مجرد أن نستشعر الألم مجرد أن تضع رأسك على وسادتك تفكر في أحوالهم، هذا له ثواب كبير عند الله. فيا فوز من أعانكم، يا فوز من أدخل السرور عليكم، فيا فوز من أعطاهم ولو قليل مما أعطاه الله، ستجدونه عند الله جل وعلا. اللهم أعنا على الحق وطاعته وطاعة من مقتلة طاعته عمل بقومه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن أمنتم استغفروا ربكم ثم تابوا إليه. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد. عز جلاله فلا تدركه الفهم سوى كمال، فلا تحبه في فقره شهد تعالى انه الحبيب العبد. اوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن نستشعر آلام الآخرين آلام أطفال لا يجدون ماء ولا غذاء، أصاب الجفاف أرضهم فلا لك ينبت عندهم،
هذا ما أمر به ديننا الحنيف. والله تبارك وتعالى وعدنا بكل ما مر من آيات وأحاديث في هذه الأسوة. أردت أن أشهد بها الهمة وأصمد بها النفوس حتى نستشعر ألم أقوالنا في كل مكان. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. إن دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات قيادتها الرشيدة تصمد فينا أن نستشعر ألم الآخرين وعوز وحاجة الآخرين، فأطلقت حملة إلى أهل الصومال، حملة عظيمة وكبيرة لأجلك يا صومال. فلا بد لنا يا أحباب رسول الله من خلال هذه الحملة الكبيرة لأجلك يا صومال، لا بد أن يكون عطاؤنا سخيا واستشعارنا لآلام الآخرين كبيرا. فهم إخواننا من بني جلدتنا، ملتهم هي ملتنا، ودينهم وديننا، وعقيدتنا هي عقيدتنا. فالقيادة الرشيدة تشهد فينا الهمم لأجل يا رسول الله. فيا أحباب رسول الله، استشعروا آلامهم وساهموا إسهاما كبيرا في هذه الحملة. أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يفرج على أهل الصومال. اللهم لا تصرف ربهم وقت حاجتهم. اسم تجار اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم إني نسألك في ساعتنا هذه أن ترق قلوبنا إليهم. اللهم إني نسألك في ساعتنا هذه أن تجعل عطاءنا سخيا لهم. اللهم اقي نفوسنا الشح يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداء وطن الله برحمتك. اللهم أكرم نزلهم وأعطهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلك. أنزل على قبورهم يا رب وتصح قصهم وجازهم بالإحسان إحسانا سيئات عفوا وغفرا. اللهم وادع على دولة الإمارات العزة وأمنها وأرضها وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا الله يا الله، أسألك في هذه الساعة أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أسألك حبك، حب من يحبك، حب عبد المقربون إلى حبك. وإن أردت الإقامة فتنة فاقتل ما لك فأنا مفتوني يا رب العالمين. اللهم أدم على دولة الإمارات العزة وأمنها ورخاءها وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمر البلاد فيها لنصرة الإسلام وعزة المسلمين. وفق ولي أمر البلاد فيها لنصرة الإسلام وعزة المسلمين. اللهم اجعل هذه الحملة في ميزان حسناتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وإخوانه حكام الإمارات أجمعين ونائبه ولي عهد أمين. واجعل ذلك لولاة أمور المسلمين في كل مكان وجودك ومنك يا حنان يا منان. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد من أذانا ولا تخيب رجاءنا واختنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ترمد الوالد الشهداء برحمتك وأخي الشيخ مكتوم برحمتك وإخوانه شوق الإمارات أن يوفقه لأرحامك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فاعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واقفوا الصلاه. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح. قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر.
أقيموا واستووا والحمد لله رحمكم الله. تراصوا مع شكل الحياة. قالوا مكانة المسجد أنه أن يراعوا مساواة الصفوف واقتصارها بالمسجد، وأن لا يترصوا الظل لصمتهم الفريقين.
الله